السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، الفيديو اليوم راح أشرح فيه عن طريقة إنك تروح تسجل سيارتك، تعملها عن ميلدونج بالمرور وتاخد النمر يعني تبع السيارة وشهادة السيارة بخلال أسبوع تقريبا، والأمور بتكون كتير سهلة. وبالإضافة إنك أنت ما بتحتاج إلا إنك تروح على مكتب مختص بتسجيل السيارات بالمرور. طيب، هدول المكاتب انا وين بدي الاقي هون؟ رح اورجيكم عنا خيارين لحتى انكم تلاقوا هدول المكاتب. شو الخيارين؟ الخيار الاول منفوت على جوجل منكتب KFZ Anmeldung Hamburg مثلا، انا بهامبورغ فبحط KFZ Anmeldung Hamburg وبيطلع لي هيك بعد البحث. فانا بنزل لتحت شوي، لازم فوت على هدول اللي هو انترنيمن، اللي هي شركات يلي تشتغل هاي الشغلة اللي انا عم قلكن عليها. بنكبس هون عنا فايتا جيشيفتي وبيعطينا هاي المكاتب والعناوين كلها اللي احنا بنحسن نروح عليها لحتى نقدر انه نتعامل معهم ونسجل السيارة. طيب كيف وشو بيعملوا هدول؟ هلا بحكيكن انا بالفيديو شو بيعملوه. بالاضافة في عنا خيار تاني. قبل الخيار الثاني مثلا بدنا هون مكتوب عنا A. Service GmbH، نفوت عليها مثلا. شايفين هاي شركة هون كان حاطين اعلان انه اوتو شيلدا KFZ سولاسونج انميلدوم والقصص هي كلياتها. فانت اذا عجبك هذا هاي الشركة بتشوف عنوانها وين بتروح لعندها انت بالمدينة اللي موجود فيها. طيب نروح على الخيار الثاني، بامكانكم تروحوا مثلا نفترض انتو بمدينة هامبورغ، بتروحوا على مكتب المرور تبع هامبورغ. فبالخارج مكتب المرور تبع هامبورغ برا بتلاقوا في مكاتب، بتلاقوا كاتبين انه اوتو انميلدونج وذا KFZ انميلدونج، او كاتبين على الارمه مثلا انه شيلدر ابهولن. فبتلاقي انه هذا المكتب مختص بتسجيل السيارات بالمرور. طيب هلا الناس رح تقول لي طيب انا اذا رحت لعندهم شو 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 بتكلفني هي القصه؟ بصراحه انا صرت شاري اكثر من 3 سيارات، وكل ما ببيع وبشتري بروح لعندهم بعطيهم الوراق وبقول لهم سجلوا لي السياره، بيسجلوا لي السياره بعد اسبوع، احيانا بعد 5 ايام اربع ايام بيتصلوا فيه بقول لك انه جهزت النمر تعال خدها. طيب كيف بتصير هي الطريقه؟ بتروحوا على المكتب، بتفوتوا لعندهم، مرحبا اهلين، بتاخذوا معكم شهادة السيارة القديمة اللي انتو اشتريتوا السيارة من الشخص، بتاخدوا اللي هي تسولاسونج بتاخدوها معكم هاي، وفي كمان اللي تسولاسونج الكبيرة بتجي هدول التنتين مع بعض، الصغيرة والكبيرة، فبتاخدوا معكم هدول التنتين، وبتاخدوا معكم الورقة تبع التوف اللي انه قديش فيها معها ترسيم السيارة لأمتى مرسمة، هاي الورقة التالتة بتاخدوها معكم. وفي عنا اهم شيء اللي هو الـ AVB نمر. شو هذا الـ AVB نمر؟ هذا الـ الرقم بيجي رقم التأمين، هذا مهم جدا، من دون هذا الرقم ما فيكم تروحوا تعملوا هاي النقطة بهذا المكتب. طيب هذا الرقم كيف بينجاب؟ بينجاب بكل سهولة، بإمكانكم تتصلوا بالشركة اللي انتم كنتوا تعملوا معها تأمين. مثلا انا بنصح بشركة الهوك كوبوك، ممتازة الشركة بصراحة. انا بالعادة بتصل فيهم قالوا مرحبا اهلين، انا عندي اشتريت سيارة جديدة طيب وحابب انه اعمل لها تأمين، شو التأمين بدك اياه؟ بنعمل تأمين اقل شيء اللي هو الهافت فليشت ضد الغير، بتقول لهم بدنا نعمل تأمين الهافت فليشت، بيقوم هن بيبعثوا لكم عرض على الايميل، بتعطون عنوان الايميل، بيبعثوا لكم عرض على الايميل تبعكم، وبالاضافه بتقولوا لهم انه من فضلكم بعثوا لنا كمان الاي فاو بي نمر، بيبعثوا لكم هو كمان نفسه الاي فاو بي نمر اللي هو رقم التأمين، بيبعثوا لكم اياه مع الايميل. بتاخذوا صوره عن تطبعوا صوره عن هذا الرقم وبتطبعوا وتضيفوه على الورقتين الاولانيات اللي قلت لكم عليهم. اخر شيء عنا بتاخذوا معكم الاقامه تبعكم وبتروحوا لعند هذا المكتب، بتفوتوا لعندهم مرحبا انا بدي اعمل انميلدونج لهي السياره، بيقول لك اوكي اعطيني الوراق، بتعطيه الوراق انت وبيقول لك وقع لي على ورقه مثل تفويض، تفويض هي الورقه انه هو يسجل لك السياره، انه هو بينوب عنك ويسجل لك السيارة بالمرور بشكل نظامي. طبعا السيارة يعني انتو حتفوتوا على مكاتب، هاي مكاتب مضمونة ما تخافوا، يعني مكاتب مضمونة ومرخصة من الدولة وامورها كلها تمام ومزبوطة ونظامية.
فبتفوتوا انتم بتعطون هاي الوراق وتوقعوا على ورقه التفويض. طيب قديش بتكلف القصه؟ بياخذوا منكم حق النمر بكل الاحوال، هيك هيك بدهم بدكم تدفعوا حق النمر بالمرور، يمكن صار حقهم هلا 40 يورو بعد الغلاء اللي صار. بالاضافه بياخذوا رسوم اللي هو الرسوم التسجيل السياره بالمرور، هذا شيء طبيعي كمان بدك تدفعه لو رحت انت لحالك على المرور. الرسوم تقريبا يمكن 30 ل 40 يورو تقريبا، مالي متذكر انه بصراحه يعني كل فتره عم تتغير الامور بسبب ارتفاع الاسعار. واخر شيء بياخذوا منك هن المكتب اتعابهم لحتى يسجلوا لك السياره، بياخذوا منك بين ال 35 ل 40 يورو تسجيل السياره، يعني بتكلفك كلياتها الشغله على بعضها بحدود ال 110 يورو لل 100 يورو مو اكثر، يعني 110 100 يورو مو اكثر. فانت بتدفع بس فقط 30 او 40 يورو للمكتب انه هن بس يسجلوا لك اياها للسياره، عرفت كيف؟ يعني انت فعليا عم تدفع فقط 40 يورو او 30 يورو للمكتب اللي هو اتعابه، لانه هو حيمشي لك الوراق ويسجل لك اياها للسياره. الرسوم الاولانيات تبع النمر هيك هيك بدك تدفعهم لو ما رحت على هذا المكتب، رحت على المرور بدك تدفعهم حق النمر، وبالاضافه للرسوم تبع تسجيل السياره كمان بدك تدفعهم بكل الاحوال. فانت بكل يعني انت بكل العمليه دافع فقط 30 او 40 يورو للمكتب زياده بس. هذول المكاتب يعني عاملتهم يعني الدوله الالمانيه لحتى يخف العبء شوي عن مكاتب المرور، بالاضافه لتسهيل الامور للعالم. طبعا انت بتروح عند هذا المكتب اذا انت حابب مثلا تاخذ نمره سياره برقم مميز، انت بدك رقم مميز، بتقول له انه انا بدي رقم مميز، بتقول له بدي هذا الرقم، بياخذوا منك 15 يورو هي رسوم لحتى تاخذ رقم مميز بيدفعوها للمرور مو للمكتب، للمرور بيدفعوها. وإذا في أشياء تانية أنت حابب تذكرها مثلا بتقول لهم كمان، كل شيء له تسعيرة وكل شيء نظامي ومزبط. الفكرة من هاي المكاتب أنه بتختصر عليك وقت، يعني مثلا أنا شرحت عن طريقة حجز موعد أونلاين إذا أنت بدك تروح تسجل سيارة. هلا بتفوت على الموقع الأونلاين مشان تحجز، طبعا اللي بده يشوف الفيديو رح أحط لكم الرابط عندي بالوصف، اللي بيحب يحاول يجرب يشوف إذا في مواعيد قريبة رح احط لكم الرابط عندي بالوصف، فوتوا على الوصف تشوفوا الفيديو، بتشوفوا طريقه الحجز اونلاين اللي بده يحجز اونلاين من المرور ديركت. فالناس بتفوت على الاونلاين بتلاقي حجز بعد شهرين بعد شهر ونص بعد كذا، ففي ناس بتكون مستعجله بده الشهاده يعني بسرعه، اخذ شهاده سواقه جديده وفرحان فيها واشترى سياره وبده يسوقها بده يروح يشوفر عليها فيستنى شهر ونص شهرين كثير. فهدول المكاتب تروح لعندهم انت خلال اسبوع بالكثير بتكون سيارتك مسجلة وانت دفعت 40 يورو وانت لا رحت ولا اجيت ولا عملت اي شيء، بس رحت سلمتهم الوراق بالمكتب بيقول لك اوكي استلمناهم، روح وانتظر منا تليفون او تعال بعد اسبوع، عرفت كيف؟ فانت خلال الاسبوع ممكن بعد 4 ايام 5 ايام يتصلوا فيك انه تعال جهزوا النمر، تعال خذ السياره الشهاده الجديده امورك تمام، عرفتوا كيف؟ حبايبي هذا الفيديو اليوم حبيت اشرح لكم هي الطريقه الثانيه للناس اللي حابه تسجل السياره بسرعه. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتعملوا لنا لايك لحتى نكبر بوجودكم أكثر وأكثر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.